1/7/2020 هيكون تاريخ طرح أول 10 جنيه من فئة النقود البلاستيكية الجديدة المصرية. نعمل بقى فلاش باك ونشوف تاريخ وبداية وشكل العملة المصرية كان عامل ازاي زمان. من حوالي 4000 سنة مصر كانت بتعتمد على نظام المقايضة في البيع والشراء، ومع تطور الدولة المصرية تطورت إلى أن وصلت إلى سك العملات الذهبية. وفي عام 1834 صدر مرسوم بينص على إصدار عملة مصرية رسمية بيستند على نظام المعدنين الذهب والفضة، وكان وقتها بيتم إصدار العملات المعدنية اللي منها السحتوت والمليم والنكلة والتعريفة. واللي ما يعرفش، السحتوت ده يعني ربع مليم، يعني الجنيه فيه 4000 سحتوت، والنكلة بتساوي 2 مليم وبتساوي 8 سحتوت، والتعريفة بتساوي 5 مليم. وفي عام 1836 تم صك أول جنيه مصر. وفي عام 1885 صدر قانون الإصلاح الاقتصادي، وأصبح معيار الذهب هو الأساس للنظام النقدي المصري، وأصبح للبلد عملة موحدة وهي الجنيه الذهب المصري. وتم رسميا وقف معيار المعدنين اللي كان مصدر في عام 1834. ولكن لقلة الإصدارات الذهبية من الجنيه المصري سمح بتداول بعض العملات الذهبية الأجنبية زي الجنيه الاسترليني الذهب، وظل الاقتصاد المصري يعاني من وجود كذا عملة في السوق المصري إلى أن تم إنشاء البنك الأهلي المصري في عام 1898، وتم منحه حق إصدار الأوراق النقدية من الحكومة المصرية القابلة للتحويل للذهب لمدة 50 يوم. كده أصبحت العملات المتداولة في مصر وقتها الجنيه المصري الذهب والجنيه الاسترليني الذهب وأوراق نقد البنك الأهلي، إلى أن صدر مرسوم في عام 1914 بجعل أوراق النقد المصرية المصدرة من البنك الأهلي العملة الرسمية لمصر وإيقاف تحويلها إلى ذهب. وبكده أصبح الجنيه المصري الورقي هو الوحدة الأساسية للعملة المصرية، وتم إيقاف تداول العملات الذهبية الأخرى. وفي عام 1930 بدأ استخدام العلامة المائية في الأوراق النقدية لأول مرة في مصر. وفي 19/7/1960 صدر القانون بإنشاء البنك المركزي المصري، وله حق إصدار الأوراق النقد المصرية منفرداً. ومع تزايد ونمو النشاط الاقتصادي والانفتاح الاقتصادي اللي في مصر سنة 1977، تم إصدار فئات نقدية جديدة. فتم إصدار فئة العشرين جنيه في مايو 1977، وفئة المائة جنيه في مايو 1979، وتم إصدار فئة الخمسين جنيه في مارس 1993، وفي عام 2007 تم إصدار فئة المائتين جنيه. وفي ديسمبر 2018 أعلن البنك المركزي إصدار فئات النقد المصرية في صورة النقود البلاستيكية في 2020، وفي كلام على أنه سيتم إصدار فئة جديدة من العملة المصرية بقيمة 500 جنيه، لكن ده كلام لم يتم تأكيده بعد من البنك المركزي. لكن إيه الفايدة من تغيير العملة المصرية من الورقية إلى البلاستيكية وتأثيرها على الاقتصاد المصري؟ انتظرونا إن شاء الله الحلقة القادمة. الآخر دايما بفكرك تكتب لنا في التعليقات عن ملاحظاتكم، وتشترك في القناة وتفعل الجرس وتعمل شير ولايك للفيديو لو عجبك.